مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة وصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طبعا في البداية اسمحوا لي أوجه يعني معيدة وأقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة أول رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. هنبدأ بقى نعمل وصفة لطيفة كلنا بنحبها وأحيانا بنحب ناكلها سندوتشات من بره، ولكن طبعا في البيت أكيد هي تفرق كتير عشان الزيت نظيف، عشان التحضيرات اللي في البيت بتبقى يعني دايما ضمننها. خلينا نقول إحنا هنعمل النهاردة شوية كبدة صغننين كده، نعملهم كبدة بالردة على قد ما هو موجود عندنا في البيت، كام شريحة حلوة كده، ولو يا سلام بقى لو تواجد جنبها ناخد كمان شوية منها ونعمل شوية سلطة جنب الكبدة الحلوة دي. تعالوا نشوف كده مقاديرنا النهاردة. أنا هستخدم الكبدة البقري، مش هستخدم كبدة جمل، وهنتكلم عن فوائدها واحنا شغالين. صوتكم نغبش قوي يا حبايب قلبي فمش سامعه حلو. عندي كبده شرايح اي يعني كميه موجوده عند حضراتكم. عندي توابل كبده، التوابل دي بتتباع عند العطار، بتتباع اكياس زي اللي بنشتريها لتوابل الشيش طاووق والحاجات، موجوده جميله جدا هتفرق مع حضراتكم قوي. وعندي كمان ليمون، وعندي خل، وعندي كوباية زبادي، وعندي بيضة. دي التتبيلة اللي هحطها الأولية للكبدة. طيب عندي بقى التغليف. النهاردة أنا مش هكتفي بس بالردة، هحب أضيف على الردة شوية مكونات ظريفة جدا. في ناس تحب تحط مع الردة دي شوية دقيق، أنا النهاردة هضيف مع الردة دي شوية دقيق وشوية دقيق ذرة، ولو امكن عايزين شويه بقسماط تخليها متماسكه، لان في ناس كتير قوي بعتوا لي الحقيقه رسائل على الخاص انها بتفك 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 كتير جدا جدا. فاحنا النهارده عايزين ايه نوصلهم لمرحله انه البنات اللي لسه بتبدا عايزه تعملها وبتحبها انها ان شاء الله ما تفكش منها، فنحاول نساعد في التغليف بحاجات تساعدهم انها ما تفكش منهم باذن الله. فعندي نص يعني كوبايه رده، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه من دقيق الذره، نص كوبايه بقسماط، نص كوبايه نشا، وتوابل الكبده انا هضيفها مع الخليط ده. بعد ما هشكل الكبده الخليط ده هصفيه او هنخله وهحطه في كيس معايا، وهكتب عليه ان ده الكوتنج او التغليف بتاع الكبده بتاعتي عشان احطه في الفريزر واخليه مره تانية هاجي استخدمه هيكون جاهز عندي، مش محتاجه ان انا ايه اجيبه مره تانية. هنتكلم مع بعض عن فوائد الكبده بشكل قوي. انتوا ايه يا حبايبي؟ ايه انا فين؟ انتوا ايه؟ لا يعني تمام الناس عايزه طيب ماشي. لا مش مشكله خلاص انا مش هستخدمه. بصوا بقى بسم الله هبدا. اول حاجه احنا ايه هنحط الاول حاجات التغليف فوق بعض. انا عندي اهي رده، خلاص الرده يعني ايه كميتها لا باس بيها. خليني بس اخد ايه شويه هنا عشان هم زياده شويه، خف منها شويه. شايفين كده دي زياده. هاخد بقى بقسماط شويه، دقيق ذره شويه. نعم حبايبي ماشي. شوية دقيق أبيض، شوية نشا. الردة كمان مفيدة جدا يا جماعة. الردة دي عايزة أقول لكم إنها طبعا أكيد كلنا عارفين إنها من نخالة القمح، واللي بنعمل منها العيش البلدي بتاعنا اللي إحنا بناكله، ودي توابل الكبدة أهي اللي قلت لحضراتكم بتتباع جاهزة. خلاص هاخد بقى هنا مع المحتوى ده رشة ملح خفيفة وهقلب الخليط الحلو ده مع بعض. ماشي الكلام. ناخد فوايد بقى من دقيق الذرة ومن الردة، فوايدها كتير جدا. عايز اقول لكم في ناس تحب تحط معلقة منها على الزبادي، وفيها كمية ألياف عالية جدا، يعني هي فعلا بتحسن حركة الجهاز الهضمي جدا، وبتخفف يعني الناس اللي عندهم قولون عصبي زي حالاتي بتخفف منها. يعني الدراسات حقيقي اثبتت ان نخاله القمح دي بتخفف من اعراض القولون العصبي او التهاب القولون بجد، لان فيها نسبه الياف عاليه، وبعدين خلوا بالكم بتحسس برضو بالشبع فتره طويله، وهي مضاد تقريبا للالتهابات يعني، وكمان بتساعد في خفض ضغط الدم للناس اللي بيعانوا من ارتفاع الضغط. الدم بيبقى يعني ضغطهم بيبقى عالي من ذوات الضغط العالي، وطبعا لازم نراعي موضوع الضغط العالي يا جماعه، عشان لا قدر الله مع الوقت الناس اللي بيبقى عندهم ضغط عالي هو من اكتر المؤشرات اللي ممكن تاثر فيهم الايام على الكلى، فنخلي بالنا من الموضوع ده قوي. طيب
هبدا بس ايه انضف دول كده. كده انا خدت خليط تغليف خلاص، حاولت ان انا ايه اساعد نفسي ان انا خليني بس احط بقيه هم عموما معلقتين كبار نشا، فانا هحطهم عشان ايه تبقى جميله اهم. وحطيت توابل الكبده، ونقدر نعمل كده في البانيه لما نيجي نستخدم البقسماط، ممكن تخلطوا شويه من الدقيق الابيض، ممكن شويه من النشا، ونحط معاه كمان توابل اللي هي خاصه بالبانيه او شيش الطاووق، تدي طعم حلو للتغليفه، في ناس بتحب كده قوي كانه طعم المطاعم. طيب هنيجي بقى ناخد للكبده، الكبده هنتكلم عنها. بصوا الكبده هنا ما شاء الله فريش، طالما الكبده فريش ولسه جايه حالا ولسه متقطعه فريش، يبقى مش هغسل الكبده، الكبده ما تتغسلش. طيب امتى اغسلها؟ لو الكبده دي انا حطيتها في الفريزر فرستها وجيت اتعامل مع الكبده دي على ان هي هطلعها، لو هي طازه ما بتتغسلش، لكن هاجي بقى افك تجمدها هسيبها طبعا في الثلاجه على رف، احطها اسيبها تفك التجميد براحتها خلاص. وبعدين اروح مديها ايه بقى، اديها معلقه ملح وشويه خل وشويه ميه او شويه ليمون، واسيبها كده ربع ساعة كده تتخلط وتبدأ إيه تتخلص من السوائل بتاعتها دي خالص، كأنها شطفة جريئة منها بما إنها دخلت الفريزر خلاص. تمام كده. والكبدة الجملي بنعمل معها كده برضو، كبدة الجملي بنعمل معها كده. ما بنحطش بقى توم دلوقتي إلا لما بنيجي في التتبيلة، لما بنيجي بقى في التتبيلة نعمل الإيه اللي بقول لحضرتك كده. أنا عندي بيضة، عندي عصير ليمون، عندي خل، عندي توابل الكبدة، عندي زبادي. هتستغربوا بس هتعجبكم التتبيله دي ان شاء الله. وعندي ملح وفلفل اهو. خلاص هنقلب بقى كده، نعرف بقى الكبده دي بقى سليمه ولا لا. طبعا انتوا عارفين، بصوا ملمسها شايفين لونها عامل ازاي قدام حضراتكم، درجه اللون، اللون ده بيبقى على فكره اللون ممكن يغمق عن كده، ده على حسب عمر الحيوان او الذبيحه، عشان بس ايه في ناس بتتخض تقول لك لو غامقه قوي تبقى مش حلوه. لا المهم ملمسها، المهم ما فيهاش الحبيبات البيضة اللي شبه الرز دي اللي هي بتخلينا دي بتبقى محجره، دي خطر جدا لو اتوجدت في الكبده ولقيتوها عامله زي حبات الرز او السكر، دي لازم خلاص تتخلصوا منها، او الرمل دي مش كويسه. اللون لو غمق الزيادة قوي لا، ادانا انطباع ان هي مش حلوة يبقى لا، لكن هي ليها درجات، الفاتح للصغير، العجل الصغير، والاكبر بيغمق سنة. احنا بقى نعمل اختبار ازاي نطمن، هنحطها تحت المية، لو لونها بهت يبقى كده هي مش مظبوطة، كده هي مستوردة بقى، لكن لو هي ما بهتتش لا. وهقول هجاوب على سؤال مهم قوي اتسالته عن قوالب السيليكون، كان في سيده فاضله سالتني على صفحتي، قالت لي انا عندي قالب كيك سيليكون اعرف ازاي ان هو اصلي. حضرتك هتجيبي قالب السيليكون وتتني الطرف بتاعه جامد قوي 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 كده، وبعد ما بتتنيه لقيتيه اللون ده ابيض، اعرفي ان ده مخلوط سيليكون بمواد تانية. لو انت تانيتيه جامد جامد واللون فضل زي ما هو ثابت بتاع لون القالب السيليكون، هيبقى ده الاصل، ما ملهاش حل تاني تعرفيها بيه الا كده. طيب ناخد ام اسلام. صباح الفل. صباح الخير يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبه عمري؟ معلش سامحيني على زوري والله. الف سلامه يا حبيب قلبي. سلامك يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشاني والله. انت اكتر يا روح قلبي، انت اكتر حبيبتي والله. عايزه اقول لك النهارده بس الف مليون مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. اللي دايما رافع راسنا وهيرفع راسنا طول عمرنا. يا حبيبتي يا حبيبتي، الف مليون مبروك لي. يعني قد ايه اسعدنا جدا النادي الاهلي بالثلاث اجوال، كانوا في منتهى الروعه حبيبتي. يسلموا بجد، يسلموا، ودول على الراس مش قادره اقول لك بصراحه كانوا بيلعبوا ازاي. يعني ربنا يديهم الصحه والعافيه. امين يا رب. ربنا يبارك لهم. أمين. يا رب ودايما مشرفينا وهيشرفونا على طول ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. تسلميلي تسلميلي يا مسلم. وعايزه اقول لك تسلم مواصفاتك ومعلوماتك حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. أمين. على المعلومات اللي انت بتديها لنا،
يعني حاجات بتفوت علينا كتير حبيبتي، يعني ممكن ما نحطهاش في دماغنا او ما تجيش على دماغنا، لكن انت فعلا بمعلوماتك ومذاكرتك اللي انت بتذاكريها يا حبيبتي ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا حبيبتي عليا. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا حبيبتي منك ابدا، ولا يتحرم منك ابدا يا حبيبه قلبي، ولا من معلوماتك، ودايما كده منوره مكانك يا رب. الله يسعد قلبك يا ام اسلام، شكرا ليك يا حبيبتي على مداخلتك، شكرا. صباحك هنا يا حبيبه قلبي، وعلى كل مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. معلش انا طبعا سعيده اكيد بالاجوان الرائعه، ولكن انا كان دايما علشان انا عارفه النادي الاهلي دائما متالق، بس طبعا الاداء كان مش اللي انا كاهلاويه شايفه انه قوي كالعاده المعتاده، لكن بنقول ميرسي طبعا ان هم حققوا الاهداف الجميله، لكن نتمنى الاحسن باذن الله. ده رايي الشخصي. بصوا بقى التتبيله دي المفترض نسيبها على الاقل ساعتين عشان تتشرب كده وتبقى جميله. وبصوا حضراتكم انا غلفتها، لو انا بقى مغلفاها بالرد، طبعا في ناس بتعملها بالرد وبتبقى رائعه برده بتثبت، بس انا بقول للناس والاصدقائنا والبنوتات اللي هم عايزين الموضوع يثبت معاهم، بصوا تبقى يعني متغلفه من جميع النواحي بشكل جميل كده زي ما حضراتكم شايفين. انا هجيب بس اسمحوا لي طبق كده احط عليه الايه اللي انا جهزته عشان ايه نغلفه مره واحده ونحمرهم مع بعض ان شاء الله مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بصوا كده الشريحه يفضل زي ما انتم شايفين قد كف الايد تقريبا، وبتبقى بسماكه معينه، وطبعا الراجل بيبقى عارف يعني انتوا الكبده طبعا ليها سماكه معينه بيقطعها بيها، والناس اللي محبه للكبده الجملي هتعمل بس الخطوه اللي انا قلت لحضراتكم عليها في الغسيل مختلفه عشان الكبده الجملي ايه ليها محبيها برضو. عايزه اقول لكم الكبده الجملي دي مفيده جدا، فيها ميزه بقى اقول لكم عليها بتزيد عن الكبده دي، لانها بتعزز الجهاز التنفسي جدا، وللناس اللي عندهم مشاكل وربو مهمه قوي ليهم، وفيها طبعا نسبه حديد وفيها نسبه فيتامينز، برضو من الحاجات اللي بتنظم نسبه السكر في الدم، مفيده جدا جدا لمرضى السكر يا جماعه. البقري فيها يعني قيمة للجهاز المناعي، وفيها فيتامين ألف وب، وفيها نسبة حديد قوية وزنك عالية، وعايزة أقول لكم يعني مفيدة جدا لصحة الجلد والدم، والناس اللي عندهم أطفال عندهم أنيميا أو كبار أو سيدات حوامل كمان مفيدة للأعصاب جدا، يعني مفيدة للجهاز العصبي. يقول لك دايما الكبدة الجملي دي بتشد العصب، بصوا البقري بصوا كده بسم الله، والجملي كمان بتشد راسه بسم الله. انا بقى شوفوا احنا حطينا ايه في التغليفه، تاني هنقول احنا حطيت هنا مع الرده خلطت، من فضلكم نزلوا لنا المقادير يا حبايب قلبي، خلطت معاهم نص كوبايه من الدقيق، خلطت معاهم نص كوبايه من دقيق الذره، حطيت شويه من البقسماط، حطيت شويه من النشا معلقتين، وبعدين ضفت من توابل الكبده معلقتين كبار، توابل الكبده اللي قلنا لحضراتكم انها بتتباع جاهزه في السوبر ماركت. طيب انا دلوقتي دي التغليفه الاولى، التغليفه اللي هي بتاعه الايه الكبده، لكن التتبيله هنزلها برده لحضراتكم، هي مختلفه شويه، اللي عايز يحط توم باودر يحط، هي موجوده على الشاشه، هي دي تتبيله مختلفه شويه، اللي عايز يضيف توم باودر يضيف، في ناس ما بتحبش التوم اصلا او بتتعب منه، فاحنا يعني لما ناس بيبعتوا لنا تعليقات او طلبات معينه ان عايزين وصفات محببه بس نتفادى منها كذا وكذا، فاحنا بنحاول نقدمها لحضراتكم، وطبعا الطبيعي ان احنا بنحط طبعا مع الكبده توم، لكن في ناس بتتعب منه، فانا النهارده عاملاه علشان الناس اللي ما بتقدرش تتعامل مع التوم. طيب كده بصوا اهي شايفين، وهنبدا نستكمل بقى الايه الشويه الحلوين دول، وزي ما قلت لحضراتكم اللي هيتبقى من الخليط بتاع الرده واللي انا تبلته ده وحطيت معاه رشه ملح ونكهته كده، هبدا اصفيه من خلال مصفى، اشيل التكتلات اللي فيه، ويتبقى احطه في كيس ثلاجه في الفريزر، واكتب عليه ان دي تغليفه الكبده، زي ما احيانا بيتبقى مننا في البانيه او في البوفتيك، وبنبدا ننخله ونقيه، ولو اتبقى منه في ناس تحب تعمل على قد، وفي ناس ممكن يتبقى منها شويه على حسب ما حضراتكم تحبوا. شايفين ازاي
دي بقى للبنوتات الصغننين اللي هم لسه بادئين او حد لسه بيبدا يدخل المطبخ اول مره وعايز يعمل وصفه حلوه. مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه صعبه، كل حاجه بقت سهله وليها طرق كتير. انا شايفه انه اتعاملي مع الوصفه اللي تناسبك وتريحك، عندي عند غيري، المهم ان انت توصلي للنتيجه اللي انت بترجيها واللي انت حباها واللي تتبصي بيها في نتيجتها ليكي ولاسرتك ولا اي حاجه. معانا امل، اهلا وسهلا مدام منال. امال، اهلا مدام امال. صباح الخير يا فندم. تسلمي فندم، ربنا يبارك فيكي. ان انت بتنصحني الاولاد الله يطلعين عينينا. يا حبيبه قلبي ربنا يبارك فيهم يا فندم والله. كله طالع مش عايز يعمل حاجه خالص. معلش هو الجيل ده شويه كده، بس والله هيجي فتره هتلاقيهم ملتزمين وان شاء الله هيتحملوا المسؤوليه ان شاء الله. بشكرك على البرنامج فعلا، ان انت بتنصحي وكمان يعني بتبسطي الحاجات اللي الواحد بيحب يشتريها من بره. حبيبتي الله يخليك يا فندم، شرف ليا والله يا فندم، شرف ليا. تسلمي حضرتك، ليكي اي طلب يا مدام امال؟ حبيبتي لا انت بس لفت نظري وانت بتنصحي البنات الصغيرين فعجبتني قوي. حبيبتي ربنا يبارك في حضرتك وشكرا ليكي يا فندم، ودخلتك يعني غاليه عليا والله يا فندم. شكرا ليكي مدام امال، شكرا لحضرتك. انا زيكم بالظبط والله، بقول لبنوتي كده، بس انا فهمت ان الجيل ده شويه ليه تفكير مستقل، يعني انا ممكن اطلب منها حاجه فهي تكون في الوقت ده هي مش في المود انها عايزه تعملها، فبقول ايه ماشي. احنا كنا زمان مختلفين، كان لما يطلب مننا حاجه بنعملها سواء عندنا مود او ما عندناش، كنا بنحترم اللي بيتقال. فدلوقتي البنات او الجيل ده عايز يحس بشيء من الديمقراطيه والحريه شويه، واحنا بنعمل ده بذكاء شويه. فدايما اقول لها ايه، طب حبيبتي خلاص شوفي انت عايزه تعمليها امتى. انت وعتي مامي هي ليكي انها تتعمل النهارده، انا بقى مش لازم اشرط عليها طالما مفيش ضروره، فبديها مساحه. فالبنات ان شاء الله ان شاء الله يبقوا مسؤولين وبتعملها على اكمل وجه، فانا شايفه ان طالما هم بينفذوا هيجي الوقت اللي ان شاء الله هيتحملوا فيه المسؤوليه وهيبقوا مسؤولين، وهنبقى حاجه سعيده بيهم باذن الله. طيب احنا هشوف السيد حالا مع حضراتكم لو هو جاهز. انا مهديه عليه بس عشان ما يتحرقش مني، وعلشان كمان لما انزلها ما تتلسعش، انا مش عايزاها تستوي قوي، انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت، يا دوب تشم النار زي ما بيقولوا تستوي، واحنا مش عايزينها تبقى ايه ناشفه او فانا عايزه اجرب كده بس اشوف بشويه الرده دول. بصوا انا هنزل واحده اذا تكرمتوا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بسم الله، ونطلع بقى بريك. انا هبدا نستكمل الايه التحمير، وانا هعلي النار هنا بقى شويه خلاص عشان تساعدني انها تطلع ان شاء الله، تشوفوها باذن الله لما تطلع. وهستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه ونرجع نستكمل مع بعض وصفتنا، ونشوف هنعمل سلطه برضو محببه جنبها بالكبده بعد الفاصل، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. بصوا انا بحمر فيها اهي، وطلعت معانا اهي زي ما انتم شايفينها، ريحتها روعه. اللي عايز يحط توم باودر يحط، عايز يحط فصين توم، اللي بيحب التوم مفيش اي مشاكل. بس هي عموما توابل الكبده دي عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين فيها توم باودر، يعني فيها نسبه توم عشان بس نبقى ايه مع بعض. بصوا كده، لا هي كده روعه هتنشف. لا نو نو كده، نو نو يا نودي، شايفين جميله ازاي؟ طبعا يا استاذ فضل، طبعا اتفضل يا فندم. يا نهار ابيض، ده انت تؤمر. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله ازاي اهي، شايفين قطعة جميلة ازاي متغلفة حلو. تعالوا بقى ناخد تاني نكمل. بسم الله، معانا ام عبد الرحمن، اهلا وسهلا يا فندم. ام عبد الرحمن اهلا وسهلا. وعليكم السلام يا فندم، ازيك يا شيخ عظيمه؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي. ممكن تسمعيني من التليفون؟ تمام. قولي لي يا روح قلبي، محتاجه اي حاجه؟ حضرتك الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا
كنت عايزه اسال حضرتك على المختار الاستشاري. من العين دي والعين دي. عايز تسالي على حاجه معينه ولا انزلها لك كلها؟ لا نزلها لي البشاميل واللحمه المعصبه يعني احطها معاها. من عينيا حبيبتي حالا انزلها لك. يلا يا نودي نزل لنا الام عبد الرحمن المكرونه بشاميل وانا هقول لك الخطوات. نورتيني وشرفتيني يا ام عبد الرحمن حبيبتي، شكرا ليكي. بصوا الكبده جميله ازاي يا جماعه. ناخد بقى دي كمان عشان بنزلها كده عشان لو كانت بقت رطبه من القعده، بس هي بصوا ما بقتش رطبه يعني الحمد لله. بسم الله. هناخد احنا بقى قطعه من اللي هيطلع ده وهنقطعها ونعمل بيها سلطه حلوه كده جميله. وبصوا ما بتاخدش، تشم النار بقلبها على طول. ليه؟ لان الكبده ما بتاخدش وقت في التسويه، فاهمين قصدي؟ والزيت بيبقى سخن، فخلاص تمام. طيب انا هنا هسخن النار، هي دي بتاعت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل مقادير المكرونه بالبشاميل يا نودي. البشاميل ان شاء الله يا ام عبد الرحمن هتمشي على الوصفه بالظبط، هيطلع مظبوط وهتطلع معاكي كريمي. اهم حاجه المقادير دي انا عاملاها مش على نص كيلو مكرونه، عاملاها على كيس مكرونه يعني 350 جرام. هتطلع معاكي البشاميل كده كريمي وجميل. طب لو انت هتزودي مثلا في المكرونه يبقى هتزودي كوبايتين من اللبن فوق المعيار ده، هيبقى لتر ونص. يعني بدل ما هم 4 كوبايات لبن هيبقوا 6 كوبايات من كوبايات الشاي العاديه عشان تلاقي ايه. وهنزود الدقيق بدل ما هو 3 معالق يبقوا 5. هنزلك المقادير وهتكلم معاكي عليها حالا. ان شاء الله تطلع جميله ومظبوطه من ايديك يا حبيبتي. بصوا كده الكبده اهي. تعالوا بقى هنعمل صوص. انا هطفي هنا بقى الزيت. بسم الله نطفي كده. انا ممكن اشغل النار دي على فكره، هي بالنسبه لي مريحه يعني. انقل بس دي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب الحله دي هنا. هسخن الحله دي ونزل دلوقتي مقادير. هنعمل سلطه بناكلها دايما جنب الايه؟ جنب الكبده. بتبقى بواقي الكبده اللي بتتحمر في الطاسه عند الراجل، ويروح عامل لنا شويه لسان عصفور بالصلصه كده حلوين، وبنقعد نغمسها برده جميله. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. ناخد قطعه كبده واقطعها فيها عشان تبقى جميله، ما تبقاش عندي قطع كبده يعني ما طلعتش هدر في الموضوع. طيب عندنا زيت وزبده، ممكن زيت وسمنه اللي انتوا بتحبوه، وعندي شويه لسان عصفور كوبايه ولا حاجه على حسب ما حضراتكم تحبوا، وعندي كبده مستويه ممكن حته كبده قطعه كبده مش فارقه، وشويه صلصه طماطم معلقتين ولا حاجه، وكمون وملح وفلفل. خلاص ممكن تضيفوا شويه كزبره جافه، ممكن تضيفوا شويه توابل كبده من اللي احنا حطيناه لي يريح حضراتكم. هاخد كده الزبده وهاخد الزيت، ودايما بحط زيت مع زبده عشان ما يتحرقش الزبده مني عشان احمر الايه لسان عصفور. والزبده بتدي طعم وبتتحرق لان فيها نسبه لبن برده، فيها نسبه ميه يعني اهي. ناخد بقى كده لسان عصفور. بسم الله كده شويه حلوين كفايه ونحمر. اللسان عصفور ده بقى فيه منه شركات، في منه بيتباع عند العطار، في يعني من ضمن العطاره واحد بينزل كل المنتجات الخاصه بالعطاره، بس بيبقى لسان عصفور حضراتكم عارفين اللي هو الحبه الطويله ده، بقى ممكن يبقى بديل للرز البسمتي. لو حابين تعملوا رز بسمتي زي البرياني او وساي مثلا، الرز البسمتي مش متوفر، استخدموا لسان عصفور الطويل ده. هنشوحه عادي جدا وهنبدا نديله الكركم والكاري يعني بتاعتنا والمرق وكله، هنسويه بس طبعا مش هياخد نسبه الميه بتاعت الرز، هياخد نسبه الميه القليله بتاعت الايه اللسان عصفور، زي مستوى الايه مستوى المحشي كده. فين يا نودي المقادير بتاعت المكرونه؟ اوكي ماشي كده. هنحمر تحميره حلوه. من عينينا احنا عملنا خلطه يا استاذ فضل للفراخ المشويه، عشان مخرجنا بيقول لي المدام عايزه خلطه سريعه. هنحط فيها بصلايه وكم فص ثوم، ونحط علبه زبادي واحده، وبنحط فيها الملح والفلفل وبهارات الفراخ، وممكن تحط كمان شويه من الكركم او الكاري لو حابب تديها تيست، معلقه صلصه، ممكن معلقه صويا صوص لو متوفره. وبنضرب الخليط ده كله مع بعض، ممكن يبقى فيه طماطمايه لو مش عايز تحط صلصه، بس هي عشان تاخد لون. ونبدا نضربه كله مع بعض في الخلاط مع شويه خل وعصير ليمون، ولو عندك رشه زعتر، وبعدين بنحطهم بقى ايه في الخلاط. نضرب كل المكونات الحلوه دي مع بعض. الزبادي بيتحول لسائل فبيسهل ضرب المقادير مع بعض، وبيدي طراوه للفرخه، يعني حتى لو الفرخه كبيره حجمها هيطر الصدور وهيخلي الصدر طري مش هينشف، حتى لو قعد في الثلاجه سواء بعد الاكل ولا باتت ليله.
وهنصبها على الفرخه ونسيبها في التتبيله دي مثلا 4 ساعات، نسيبها من بالليل لتاني يوم زي ما حضرتك عاوز، وبعدين نحطها على صينيه بالصوص بتاعها كله وتدخل الفرن. يلا بينا. مكرونه قلم مسلوقه حوالي 350 جرام، كيس مكرونه يعني. لحمه عصاج اللي احنا بنعصجها بالبصل، وممكن تحطي فصين ثوم، ملح وفلفل وبهارات لحمه بس، ممكن رشه جوز الطيب. وعندي البشاميل، البشاميل 4 كوبايات لبن على 3 معالق كبار من الدقيق و3 معالق كبار سمنه او زبده. الدقيق قد الماده الدهنيه يا ام عبد الرحمن. حطيتي 4 معالق دقيق، هتحطي 4 معالق سمنه قصادهم، هتدوبيهم مع بعض الاول. لو عايزه تحطي مكعب مرق في البدايه ماشي، وبعدين هتروحي منزله عليهم باللبن مع التقليب المستمر. نعم، 3 دقيق و3 سمنه او زبده. ولتر لبن، 3 مكعب زيت، 3 معالق 3 مكعبات كبار، لا 3 معالق زبده، المعلقه ممكن تاخد اكتر من مكعب على حسب التقطيع، بس احنا بنفضل في البشاميل دايما انا بحب احط السمن. بصوا انا حمرت لسان عصفوره، هو وصل للدرجه دي لازم يبقى متحمر شويه اهو. عندي هنا ميه سخنه، وعندي صلصه، وعندي هاخد معلقه صلصه كده. ليه بقى لازم انزل الصلصه دي كده؟ عشان تطلع الماده الحافظه اللي جواها، اتخلص منها مش كتير. خليني بس، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت بيمسك البشاميل معاكي بيمسك يعني بتحسيه بيكلكع منك، خديه على البارد، اضربي السمنه والدقيق واللبن في الخلاط، وبعدين حطيه في الحله وابداي قلبي على النار مع رشه ملح وفلفل وبهارات ورشه جوز الطيب زي ما انت عايزه. بصوا انا بحط شويه شويه لان لسان عصفور مش عايز ميه كتير، هحط بس الكمون، رشه كمون، رشه ملح وفلفل. لازم يبقى منكح حلو يعني، ولو عايزين تحطوا كمان نص معلقه من الكزبره الجافه ماشي. خلاص هاخد كده، ههدي النار بس هنا، ونحط بقى الايه خلي بالكم الصوص ده ما بتبقاش ناشفه قوي، يبقى فيها شويه صوص يعني، ها مش ناشفه قوي، انا قللت النار خالص عشان تتشرب حلو. ومعانا ام يوسف. يا اهلا يا ام يوسف. ازي حضرتك؟ عظيمه، اهلا بيك يا حبيبه قلبي. احنا يعني بنحب حضرتك جدا، لان ربنا يديك الصحه بتعملي لنا كل اللي نفسنا فيه. حبيبي في نفس الوقت عايزه اسال حضرتك على بسكوت الشوفان. اتفضلي. عايزه تعملي بسكوت بالشوفان؟ وعايزه اعمل بس معلش تهنئه يا شيف عظيمه. اتفضلي يا روح قلبي، يا سلام على راسنا. انا بهني الكابتن محمود الخطيب بالمباراه جدا جدا، وبقول له من انتصار لانتصار ان شاء الله. آمين. تعالى امين، وعقبال يا رب ان شاء الله ما ياخد الدوري الاهلي باذن الله تعالى. امين يا حبيبتي. ياخد كاس الانديه. آمين. وبس يا شيف عظيمه يعني ما شاء الله. مني لحضرتك، انا عندي ولد احتياجات خاصه، كان نفسي يا حبيبي الكابتن محمود الخطيب، لان هو عنده ضخم في الكبد وعنده دهون يا جايده. حبيبي ربنا يبارك لك فيه. مدرب احتياجات خاصه يعمل له نشاط رياضي في جيم، فانا طبعا مش مقدرتش يا شيخه عظيمه ان انا اوديه بمبلغ عالي، فكنت عايزه بس حضرتك تنزلي الكابتن محمود الخطيب بالنسبه لجمهور الاهلاويه اللي بيحبوه وبيحبوا التراب اللي بيمشي عليه. حبيب. ياخد بس الولد الاحتياجات الخاصه ده يوسف لغايه بس ما ربنا يشفيه. سيبي بياناته في الكنترول واحنا هنبلغ بيها القناه من عندي ولعندي. حاضر، من عندي ولعندي يا ام يوسف. سيبي لو سمحتي بياناته يا شباب، خدوا البيانات بتاعت ابن ام يوسف. شكرا ليكم يا حبايبي، شكرا ليكم. من عينيا يا حبيبتي، من عينيا، واعانك الله على خدمته واسابك ثواب كبير جدا جدا بجد حقيقي والله. يا ربنا اختصك بحاجه قويه جدا مش كل الناس تقدر عليها، فربنا يقويكي ويقدرك. بصوا انا بزود شويه شويه، انا ايه هعلي سنه، وتعالوا بقى ايه بسم الله هاخد كده حته كبده صغننه اقطعها ونشيل بقى شويه دول، قلنا احنا هننخلهم وهنحط منهم شويه عندنا في الفريزر كده. هاخد بقى ايه سكينه جميله، بسم الله الرحمن الرحيم ماشي، ونوضب كده هنا. Thank you.
خلوا الولاد تستثمر الأجازة، اللي بيروح تمرين طبعا يعني يروح تمرين، لأنه التمرين مهم جدا. الرياضة مهمة للولاد والصبيان بالذات، لأنها بتطلع طاقة قوية جدا، ومهمة للولاد في سن البلوغ، مهمة جدا الحقيقة. البنات استثمروا في المطبخ وفي توضب أوضتها، تساعد في حاجة في البيت، توضب سريرها، تتعلم إنها تنشر الغسيل، تتعلم إنها تطبق الغسيل. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة، ما تستهتروش بيها، بس مع الوقت هتلاقوها من نفسها خدت دولابها ورتبته، شالت غسيل، لقيت غسيل عايز يتنشر هتنشره. ممكن أعلمها تقف تعمل شوية رز، ده شوية رز حلوين، أقول لها المعايير بالظبط، وتقف انا وابقى واقفه وهي واقفه جنبي وتعمل. كان شفت ناس بتعمل ده، حموات بتعمل ده مع زوجات ابنائها، ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه والعافيه، على الرغم انها في بيت مامتها ما اتعلمتش، لكن حماتها كانت ليها مثابه الام. فانا بصراحه باحييهم كل حما جميله بتتحمل وبتقدر وبتعتبر ان البنت دي كمان زي بنتها بالظبط. مش عايزه اكتر عليكم عشان السلطه ما تبقاش اكتر من كبده يعني، بس ممكن اخد دي كمان خلاص. يلا حبايبي بسم الله. بصوا بقى الكبده طريه وجميله ازاي اهي كده، وناخد بالعكس اهي، لازم تبقى فيها قطع كده. انا هنزلها هنا في وسط التسويه بقى، ونقلبهم مع بعض خلطه بيضه بالصلصه. هي لازم تبقى خلطه بيضه كده عشان تاخد من بعضها، ماشي الكلام؟ نقلب بقى تقليبه حلوه، وتتشرب بقى في وسطها الكبده كده، ونسيبها بقى تاخد اخر تشريبه مع لسان عصفور عشان تبقى ان شاء الله طبق جميل باذن الله. نغطي بقى تاني، ممكن شويه بقدونس كمان. يلا بينا هنشيل دي، وتعالوا بقى نستعد. الاول نشيل الطبق الكبده ده ونحطه هناك. بسم الله. وانا هسيب بقى دي تتشرب على الهادي كده مع حضراتكم، واسمحوا لنا بقى نرجع نعمل حاجه حلوه ترطب. يعني الكبده عاده ايه، في ناس تقول لك ايه بتحمى كده ساعات وبتبقى، بس ان شاء الله دي مش هتلاقوها تقيله، لكن في العادي لو هما بيتعبوا خلينا نعمل لهم ايه صنف مرطب كده لطيف، ينفع ببواقي الكيك، ينفع بكيك لسه عاملينه، ممكن نغير فيه ناخد منه شويه. هقول لكم البدائل ايه، لكن ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. بعد الاستراحه في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بقى انا قدمت كده لسان عصفور، بصوا هو لازم يبقى جوسي شويه يعني في ملمس كده. ناخد بس رشه كده من الايه الخضره كده، وهنا كمان وهنوديها بقى. بسم الله. دي بقى لما بتسقع بتبقى احلى. وهنعمل بقى صنف حلو كده بسيط ولطيف، تعالوا نتكلم عنه الاول. ننزل مقاديره، لو بتعملوا حتى كيك عادي وهفترض سي ان الكيك مثلا ما طلعش احسن حاجه، او هفترض انه الكيك بقاله عندنا مثلا شويه واحنا نشف، في الحالتين مش شرط يعني ان الكيك يبقى واخد الشكل الحلو ولازم نكون خبزينه دلوقتي، مش شرط. في الحالتين هينفع، سواء احنا لسه بنعمل الكيك وهنقول مقاديره، او لسه عندنا كيك وعايزين نستفيد منه، هنفتفته وهنخليه برده كقاعده وهنعمل عليه الطبقه دي، وان شاء الله هيبقى جميل جدا. تعالوا نقول مقاديرنا باذن الله. عندي الكيك البارد اللي بالكاسترد والجيلي، عندي اربع بيضات، كوبايه ونص وربع من السكر، ممكن توصل لكوبايه ونص، ممكن تبقى كوبايه على حسب انتوا بتحبوا درجه السكر قد ايه. كوبايه وربع من اللبن، كوبايه وربع من الزيت، كوبايتين ونص من الدقيق، معلقه صغيره من النشا، معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه كبيره من البيكنج باودر. وعندي لي طبقه الكاسترد، عندي الكاسترد يعني مش شرط نكون حاطين يا جماعه عدد كوبايات لبن كتير، احنا ممكن نعمل كوبايتين لبن على الكاسترد الجاهز، وممكن نزود لو احنا القالب كبير خلاص، فهو على حسب حجم القالب هتحطوا كميه اللبن. انا هستخدم الكاسترد الجاهز اللي هو بيبقى مكتوب على العلبه، هنستخدم كوبايتين لبن عليهم ثلاث مثلا معالق كاستر، ماشي، عشان نبقى احنا واضحين، غير الكاستر اللي احنا بنعمله مانيوال. عندي خمس معالق من الكاستر، عندي اربع معالق من اللبن الباودر، وعندي اربع معالق من السكر. دي طبقه الكاسترد. طبقه الجيلي،
طبعا عندي كوبايه وربع من الميه السخنه، هسخن الميه، وكوبايه وربع من الميه البارده، باكيتين من الجيلي اي نوع حضراتكم تفضلوه. طبعا بما ان الفراوله متالقه فاحنا استخدمنا جيلي فراوله والفراوله، وعندي فراوله متقطعه مكعبات او انصاف زي ما حضراتكم تحبوا. طيب هاخد كده، ماشي، هاخد دي للكاستر وهخلي دي هنا كده تدفى شويه عشان الجيلي. طيب انا هبدا اول حاجه، طبعا مقادير الكيك نعمل الكاستر دي الاول. عندي هنا ادي اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو لسه على البارد، هحط كام معلقه لبن بودره ندعم، وهناخد السكر، انا عندي سكر بودره هاخد منه معلقتين بس. تنسوش ان في طبقه جيلي والجيلي محلى اساسا، فانا مش عايزه اكتر سكر، بس يا دوب بنكه الايه زي ما بيقولوا الطبقه الكاسترد نفسها يبقى فيها طعم يعني. وده الكاسترد الجاهز اهو. الكيك كمان من الحاجات الحلوه جدا، طبعا في نسبه بيض كويسه، في نسبه لبن، في يعني هو اصلا الكيك من الحاجات اللي بتعد ككيك بكل مقاديره، بيساعد في امتصاص الكالسيوم من الجسم بشكل حلو. بصوا كده هنبدا بقى ايه الخليط يسخن معانا علشان يبدا يربط ويديني قوام. انا مش عايزه القوام تقيل قوي، انا عايزه برضو الكيك يتشرب شويه. عايزه اقول لكم الكاسترد بقى اللي احنا بنعمله في البيت اللي هو عباره عن مثلا صفارين بيض مع لتر لبن مع فانيليا وثلاث معالق نشا، باخد اللبن الاول يغلي مع شويه فانيليا على النار، وبعدين بدوب الصفارين البيض، بحط معاهم ثلاث معالق نشا ورشه فانيليا برضو، بضربه مع بعض مع معلقتين سكر او ثلاثه على حسب، لما يبقى خليط يفتح لونه كده، وبعدين اللبن بيبدا يغلي، اروح واخد اللبن حاطه شويه شويه اقلب لحد ما اعادل الحراره بين اللبن السخن والخليط البيض عشان ما يستويش، وبعدين ارجع انزل الخليط تاني على اللبن واحطه على النار لحد ما يربط معايا. ده الكاسترد الاصلي اللي احنا بنعمله في البيت. انا هنا عملته عشان احنا عملناه قبل كده كتير، فما رضيتش ان انا ايه اضيع وقت حضراتكم في الموضوع، فاحنا استخدمنا الجاهز. خلاص هنبدا بقى نقلب الخليط ده، نعلي بقى النار شويه، مش عايزاه بس يتلسع، لازم ايدنا فيه، مهم قوي التقليب، علشان التقليب في المراحل اللي زي دي سواء مهلبيه او كاسترد او كده بيمنع ان احنا ايه الكيك يلزق معانا. طيب هنقلب تقليبة حلوة. وهنعمل خليط الكيك. الكيك سهل قوي في عمايله وبيستوي بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نعمله سوا مع بعض دلوقتي في بولة عشان برضو ايه الناس اللي ما عندهاش عجان او مضرب بيض. معانا الاء من بني سويف. اهلا يا الاء، اتفضلي حبيبتي. الحمد لله يا حبيبة قلبي، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. الحمد لله كويس يا رب دايما يا حبيبتي. ممكن عندي سؤال؟ اتفضلي. عندي طريقة. عايزة ايه؟ الكيك. انا معاكي، روحي معلش مش سامعة يا بنات. الكنافه بتنشف منك؟ الكنافه بتنشف معايا في الفرن ده. جبت البطاريه، احنا عاوزينها يعني طريه. طب انت قولي لي بتحطي عليها وانت في الفرن اللي هو الكبير البلدي ده. عارف. طب هقول لك حاجه، إيه؟ انت بتحطي ايه على الكنافه غير السمن؟ بحط عليها سكر. ما تحطيش سكر، ما تحطيش سكر، ما تحطيش سكر، ما تحطيش سكر. ماشي. يا قول. هيبقى في الفرن اللي هو الكبير ده البلدي. هيبقى جميل. ماله، هو الفرن البلدي ده احلى فرن، بيطلع احلى تسويه. ما تحطيش سكر بس، وما تكتريش كميه السمنه، انا هنزل لك مقاديرها. خلاص؟ احنا نص كيلو بنحط عليه غالبا كوبايه واحده سمنه او كوبايه الا ربع عشان ما تنشفش. ماشي، وما تحطيش سكر عشان بيساعد على تنشيفها شويه، بما ان انت مش بتحبيها ناشفه. وما تديهاش تسوية كتير، تابعيها يعني، أول ما تحمر الجوانب ابدأي اديها لون من فوق علشان ما
ما تبقاش ناشفه منك. هيبدا يربط اهو. بصوا انا حطيت البيض معايا الفانيليا، اول حاجه بحب احطها على البيض، وبعدين هنزل بنسبه السكر. السكر ده منخول سكر بودره بس نخلناه وتمام. بصوا بقلب بقى الايه الكاسترد بدا يربط معايا. خليني بقى اقلب هنا. بصوا ادي البيض والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. خفيش كده. ريحه الفانيليا دي يا جماعه رائعه. عايز اقول لكم دلوقتي بقى فيه بقى كل حاجه حلوه، روح الموز وروح جوز الهند وروح الميه الورد وادي الزيت. بصوا لحد ما يبقى مستحلب كده، شايفين ازاي بقت كده اهي. ارجع تاني اقلب هنا كده. هاخد بقى الدقيق. الدقيق عندي فيه ايه؟ عندي معلقه النشا، عندي البيكنج باودر معلقه كبيره، ذره الملح، وهنقلب التقليبه الحلوه دي للمكونات الجافه. خلاص. ولبن هزود بيه اذا احتاجت الخليط للبن. ماشي الكلام؟ كلام جميل. كده تعالوا بقى بينا ننزل شويه شويه من الخليط الامور ده هنا بالتبادل مع اللبن. خلاص هطرف بس النار هنا. ومعانا مدام منال. اهلا اهلا. ايه النور النهارده كده؟ يعني انا بفتح التلفزيون لقيت حاجه منوره كده. يا رب سعيدك، منور بوجودكم والله. والله ربنا هيجازيكي كل خير يا يا رب. احلى دعوه. المعلومات والحاجات الجميله اللي انت بتقوليها للناس. يا رب يبارك في عمرك يا مدام منال. والله بجد يعني انا مبسوطه بالكلام النهارده اللي كله فعلا بتدي كده يعني طاقه ايجابيه للناس كلها حتى البنات الصغيرين. يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك يا رب. شرف ليا والله، شرف ليا. وتسلم ايدك على الفن العصفور الجميل القمر اللي طالع من ايدك. الله يسعدك يا روح. بس انا ممكن اعمله بالكبده وهي نيه؟ اه ممكن ممكن. اصل انا مش عايزه الكبده اللي هي اصل انا ما بحبش الكبده المحمره اللي بالرده. بلاش خلاص، اعمليه بالكبده النيه طبعا يبقى اروع. اه وفي كمان صلصه بيعملوها كده برضو بقى في المطاعم. أوه. برضو بالكبده وصلصه بس من غير لسان عصفور. في ما هي على حسب ما انت يعني في ناس دي ممكن اعملها بدل ما احط لسان العصفور يبقى كبده بس بالصلصه. والله تبقى روعه، ليها طعم بس تحط لها بقى سن الثوم عشان تبقى حلوه. اه حلوه دي. اه حط لها سنة الثوم خفيفه كمان يا سعاد. ايوه هتبقى سهله وجميله. انا بقى تسلم ايدك بجد. تسلمي والله. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي. صباحك زي الفل. صباحك انا بس اصبح عليكي ولقيت النور كده منوره. الله اكبر عليكي ما شاء الله. يعني حبيبتي انتوا منوريني والله. يا رب. الله يخليكي يا مدام منال، شكرا لحضرتك. وبنبارك في قناه الاهلي على الماتش بتاع الاهلي اللي كان زي الفل اول امبارح. طب الحمد لله الحمد لله. اه والله والله دايما فرحانين جدا والله. يا شوف عظيم. الحمد لله، ربنا يسعد قلوبكم دايما يا رب ويجعل الاهلي كده سبب من ضمن الاسباب. تسلمي. صباحك هنا يا فندم. فحفظ الله. بصوا بقى الكيك خلاص انا اهو. بصوا خلاص ده الكيك العادي. عايزه بقى ايه اجيب؟ انتوا حاطيني البان يا حبايب قلبي؟ اه حاطيني دي صح؟ طيب هي دي ممكن تتقسم على مرتين. هاخد نقطه زيت وهفرد فيها الخليط وهدخلها الفرن عادي 180. هتاخد لها ربع ساعة 25 دقيقة لو انا عاملاها في قالب صغير، لكن لو قالب كيك عادي تقدروا تقسموه تاخدوا جزء منه كيك وجزء منه نعمل بيه الوصفة الحلوة دي. هياخد 35 ل 40 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. بصوا انا مش عايزة طبقة كبيرة لأن انا مش عايزاه يرتفع، عايزاه يعني ياخد ارتفاع مش كبير قوي عشان أعمل طبقات فوقه. ماشي هدخله بقى الفرن. هاتلي شوية كاستر كام تاني يا محمد. هنشيل بقى دول وهطلع الكيك. بصوا يبقى بالارتفاع ده، شايفين ازاي؟
يبقى الارتفاع اللي حضراتكم شايفينه ده، شايفين الكيك؟ هعمل ايه بقى؟ عايزه اعملها بالشوكه كده. بصوا شايفين الكيك القمر؟ انت فين يا فاضل؟ اهو. ايوه لازم يبرد الكاستر. ومعانا ام محمد من المنيا، يا اهلا وسهلا. اهلا يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. انا لسه عايزه الفراخ المشويه. الفراخ ايه يا حبيبه قلبي؟ طريقه الفراخ المشويه. من عيني، هنزل لك حالا الطريقه. مشويه. عينيا. تحيه لكل اهل المنيا ولام جوزيف. الله يبارك في عمرك يا رب. شكرا. حبيبتي شكرا ليكي ولتواصلك معانا. بصوا انا بسقي الكيك، الكيك لازم يتشرب. هتحسوه بقى شارب الخليط ده وبقى روعه. هتاكلوا حاجه كده مختلفه. عارفين بقى لو الكيك كمان بايت وعملته كده ولا يهمكم من اي كيك بايت بعد كده. الكاستر ده يحل مشاكل. نعم. بصوا بيتشرب، انا عشان كده خرمته بالشوكه. بصوا عشان يتشرب حلو. ماشي. انا سمعت اقسم بدين الله، احلف بالله العلي العظيم. ما فضل مهتمه بالكاستر اكتر مني كده. ماشي. طيب بصوا بقى، شايفين الطبقه؟ شايفين شربت الكيك فضل يشرب 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 لحد ما بقت الطبقه كده. ده بقى لازم اسيبه في الثلاجه يبرد تماما لما يبقى طبقه ماسكه نفسها خالص زي الكاستر العادي اللي بنعمله في كاسات. وبعدين هيطلع هعمل له طبقه الجيلي. هحط الجيلي في كميه كوبايه ونص ميه وعلى النار، ومعاه كوبايه ونص ميه عاديه فتره عشان ابدا اغطي بيه الطبقه بتاعت الايه الفراوله. هوري حضراتكم الشكل. بصوا بقى الجمال. طيب انا بقى شايفين الطبقه عامله ازاي؟ بسم الله. لازم نبرد طبقه الكاسترد. انا بس حاولت اعمل لحضراتكم طبقات. شوفوا الكيك لوحده، الطبقه بقى على الكاسترد بعد ما الكيك. بصوا من هنا من الجنب شارب ازاي كاسترد، اتشرب الكيك وبقى كانه سبونج كيك بقى يعني طري. فينفع معانا لو في كيك بايت عندنا مفيش مشكله خالص، هناخده ممكن نضربه في الكبه ونكبسه زي طبقه البسكوت ونحط طبقه فوقه عادي. طيب بصوا دي الجيلي مسك، مش هيمسك الا لو تحته بارد. هبدا احط الفاكهه عادي جدا، وبمعلقه بظهر معلقه كده وبمعلقه خشب بصب بالراحه الجيلي. ليه؟ عشان ما يسيبليش دايره في مكان الكاسترد يعمل لي حتت زي الخرام او الدوائر المفرغه. خلاص؟ طيب انا بقى ممكن ازين. عندي شويه كريم شانتي، ممكن نعمل كده. الوصفه دي بقى جميله جدا. بسم الله. انا بس عايزه ارفع دي من هنا. بسم الله. فيعني ملهاش علاقه كيك سليم، ممكن يبقى بواقي كيك عادي نشف عندي. الوصفه دي رائعه. تحطوا بقى مانجا. انا هحط لك تاني يا نور عيني. انا اقدر اطفي بس ده عشان ما يسيحليش الكريمه. والله عاجبك انت، موتي في الكريمه انت يا ندى. روني حياة قلبي، بعرفك من صوتك يا جميل. والله انا داريتها لك خالص عشان احط لك واحده حلوه كده. انت تؤمري يا ندى. عندي يو يروح. بسم الله. هنا حلو، عايزاه هنا. ايه رايك اموره تانية جنب اختها بقى؟ حاضر. بسم الله. اهي ونرفع الاوراق كده. ايه رايك؟
قمر قمر مش محتاجه حاجه. دول بقى ممكن نحطهم في الفريزر، نعمل بقى عصير، نعمل منهم شويه بقى موس فراوله، ندلع نفسنا. ايه رايكم؟ يلا نروح نقدم القمر ده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. هقلب بس تقليبه للسان عصفور. بصوا بقى وبتشرب على طول، بس دي لما بتسقع بقى بتبقى روعه. يا نهار ابيض. قوي قوي يا سبايدر، روعه بالهنا والشفا اللي هياكل. طبعا اتمنى يا رب ان الوصفات تنول اعجاب حضراتكم، نقدر نستخدم الكيك اللي بايظ عندنا بقاله كتير فرول. على فكره لو حصل كده في الكيك عندكم حلين، حل انكم تنشفوه وتعملوه زي البسكوت، زي ما بنعمل بسكوت اليانسون في الفرن، تاكلوا كيك جاف روعه بيتباع اصلا بره غالي جدا، او ان احنا نستفيد بيه في وصفات خاصه فيها كاسترد، فيها موس، فيها اي حاجه هتستمتعوا بيه جدا، او نعمل كيك بوبس للولاد. فليريح حضراتكم يعني، جربوها كده قولي لي الطعم ايه، واتمنى يا رب الوصفات تنول الاعجاب، واسمحوا لي نستعد للفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.